هادي عضو شبكة شام. أهلا بك معنا محمد. في البداية بالأمس أكدتم بأن الجيش الحر تمكن من السيطرة على اللواء 80 بالكامل، لكن يبدو بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة في محيط اللواء 80. هل لديك معلومات أكثر عما يجري في هذه اللحظات هناك؟ نعم، يعني شهدنا في اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة في اللواء 80. استطاع بداية النظام استرجاع الحصول على أجزاء اللواء 80، وبسرعة استطاع الجيش الحر أن يستعيد كامل اللواء 80، بيصبح اللواء 80 بسيطرة الجيش الحر بشكل كامل. شهدنا اليوم تجدد الاشتباكات في محيط اللواء 80. أيضا استطاع الجيش الحر المتمثل بلواء التوحيد أن يأسر ضابط إيراني من محيط هذا اللواء، وأربعة من الشبيحة كانوا برفقتي، وذلك بكمين محكم لهم أثناء المعارك التي يخوضها الثوار في التصدي لعصابات الأسد المدعومة بعناصر إيرانية وعراقية ولبنانية التي تحاول السيطرة على هذه اللواء على هذا اللواء. أيضا شهدنا اليوم تفجير دبابة وعربة بي إم بي وسيارة للتابع عن قوات النظام، وذلك أيضا في اشتباكات اللواء 80. على الجبهة الأخرى طيب شهدنا محمد، كتاب السوق. محمد لو سمحت لي فقط حتى نفهم أكثر ما يدور في اللواء 80، هل لا تزال ترسل تعزيزات لقوات النظام لمحاولة السيطرة على هذا اللواء؟ نعم، لا تزال قوات النظام تحاول السيطرة على أجزاء من هذا اللواء، والاشتباكات لا تزال دائرة حتى الآن، والنظام يقوم باستخدام الأسلحة الثقيلة الدبابات وعربات بي إم بي. شهدنا تفجير دبابة وعربة بي إم بي اليوم أثناء الاشتباكات في تلك المنطقة. طيب ماذا بالنسبة إلى باقي المناطق في حلب؟ نعم، شهدنا اليوم قيام كتائب الثوار المرابطين على حي الخالدية بالتصدي لتقدم قوات الجيش النظامي على محاور معامل الدفاع ومبنى الغاز والأخشاب، بالإضافة إلى التقدم من جهة دوار الشيحان ومبنى الدفاع المدني. وتمكن الثوار من صد هذا التقدم بعد استهدافهم بقذائف من مدفع جهنم. أيضا حصلت اشتباكات في تلك المنطقة ولا تزال مستمرة حتى الآن. شهدنا أيضا في مدينة حلب سقوط 3 قذائف دبابة على حي طريق الباب دون وقوع إصابات. أيضا في الريف الحلبي شهدنا تطورات جديدة أبرزها هو إعلان الدولة الإسلامية في العراق والشام عن السيطرة على المحطة الحرارية بشكل كامل، وقتل العشرات من عصابات الأسد وأسر آخرين، فيما تستمر المعركة في تل عرب ومحاولات متكررة من قوات النظام نشهدها في الفترات الأخيرة للسيطرة على هذه البلدة التي تقع شمال بلدة السفيرة، شمال مدينة السفيرة، والثوار يتصدون من قوات النظام في كل المحاولات. ايضا شهدنا في مطار كويلس قصف طيران حربي على محيط هذا المطار بالرشاشات الثقيله، كما تم القصف على قريه الجديده القريبه من المطار. نعم محمد، يعني يبدو بان القصف الان يتركز على طريق الباب في محاوله لقوات النظام من السيطره على هذا الطريق لما له من اهميه استراتيجيه. كيف يقابل الثوار هذا القصف، وهل تدور في هذه اللحظات اشتباكات في هذه المنطقه؟ نعم، هذا سقوط 3 قذائف اليوم فقط حتى الآن، سقوط 3 قذائف دبابة على حي طريق الباب. نعم، هناك محاولات قوات النظام، لكن الثوار بجاهزية تامة سيخوضون المعارك. الثوار يعني أعلنوا جاهزيتهم التامة لخوض أي معركة ضد قوات النظام في أي منطقة كانت. شكرا جزيلا لك عضو شبكة شام محمد الهادي، كنت معنا من مدينة حلب.